أهلا بكم في جولة عبر أبرز ما تناولته صحف الوطنية الصدر لهذا اليوم، والبداية من يومية أخبار اليوم التي كتبت: رغم الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كوفيد-19 إلا أن وزير المالية محمد بن شعبون قال في جلسة عامة بمجلس النواب أن المغرب قادر على تجاوزها بأقل الخسائر. ومن جانبها كتبت صحيفة المساء: مكانة تدخلات اللجنة الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان من تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 مخالفة متعلقة بعدم إشهار الأثمان. ومن جهتها ذكرت يومية الصحراء المغربية: أفادت جامعة محمد الخامس بالرباط أنه تم توفير إلى حد الآن 8480 مضموناً إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والمواقع الإلكترونية للمؤسسات التابعة لها، أي ما يفوق 90% من المضامين والمراجع البيداغوجية المبرمجة في هذا الفصل الدراسي. ودائماً في المواضيع المتعلقة بالجائحة كتبت يومية العالم: قال وزير الصحة خالد أيت طالب في لقاء صحفي بالقناة الأولى إن الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها بلادنا بتعليمات ملكية بمجهودات الأطقم الطبية وجميع المتدخلين في المجال الصحي، الشيء الذي أدى إلى الوصول إلى نتائج جد مهمة ساعدت على التحكم في الوضعية الوبائية بشكل مضبوط. أما يومية اليوم المغربي فكتبت: أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العالمي بالرباط أنه تم خلال الأيام الأخيرة تزويد الصيدليات ب 4.5 مليون كمامة بشكل يومي، مشيرا إلى توفر 7 ملايين كمامة في منصات التخزين. كما أشار إلى ارتفاع عدد الشركات المنتجة للكمامات الوقية ضد فيروس كورونا من 17 إلى 32 شركة، وهي تستجيب للمعايير المعهد المغربي للتقييس. ونختم جولتنا من صحيفة ماروك لوجور حيث كتبت: جرى يوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بسلا إعطاء الانطلاقات الرسمية لنظام المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار التدابير الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ويأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومة المحكمة الرقمية بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلوماتية.